يعني أنا أعتقد واحدة من أهم محاولة توحيد قيادات تشرين هو طبيعة القوى السياسية التي تتصدى إلى تشرين. ولا أبالغ إذا أقول لك أن أحد الأخوان من تشرين في إحدى محافظات الفرات الأوسط التقيت به قبل فترة وسألته ما هو مستوى حراككم، قال أتيت إلى بغداد وكان لدى لقاء مع أحد قادة الحراك المدني، قال وصلت مجرد ما أن وصلت لبيتي بعد فترة تم اعتقالي من قبل مجموعة من الأشخاص الملثمين، وبالتالي تعرضت إلى ما تعرضت له من ضرب وإساءة وما شابه ذلك، قال أنذروني بعدم التحرك. قال بعد هذا بعد 6 أشهر حينما أتيت وكتبت تعليق بسيط بالفيسبوك قال وإذا بي يأتي اتصال من رقم من خارج العراق يهددني. هنالك مخاطر تواجه تشرين حقيقية، حتى نتحدث بإنصاف كثير من قادة تشرين اضطرت ظروفهم أن يذهبوا إلى أربيل، ومن يعيش في بغداد أو المحافظات الأخرى هو يعيش بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عملية المطاردة. إضافة إلى كل هذا طبيعة الاتهامات التي وجهت لهم، أنا أقول قلما أن هنالك تنظيم سياسي وجه ما وجه إليه، ولذلك هنالك عرقلة لطبيعة اتحادهم حتى دخولهم مع قوى التيار المدني الحقيقة الأحزاب الأخرى الحزب الشيوعي أيضا يعرضهم إلى كثير من الضغوط. لو كانت قوى تشرين تمتلك قيادة موحدة من الممكن أن تحسم أمرها. نحن الآن في هذه الحلقة هنالك عدة آراء، هل أن أشعر أن هنالك يعني شخصيات تريد أن يكون خصوصية لتشرين من خلال تظاهراته في عدد من المناطق، وأنا أعتبرها هذه حالة صحية وقوة، لأن طالما أنك تعلن عن وجودك في مكان ما تذهب إلى التفاوض إذا أردت التفاوض، وإذا لم ترد هذا حقك الطبيعي. وهنالك قوى تشكو بعدم وجود غرفة توافق أو صناعة قرار مع التيار الصدري، وهنالك جهة ثالثة في الحلقة مثل يعني جناب الأخت ترفض وتقول نحن لا نثق، وكل الآراء هي بالأساس آراء محترمة. إذا نحن اليوم أمام إشكالية، هذه الإشكالية تتمثل في عدم وجود وحدة قرار، إضافة إلى التقرير الذي ظهر أظهرتموه أنتم كان هنالك أزمة ثقة حقيقية. ولذلك أنا مهما كانت الأسباب والدوافع أحترم هذه الآراء وأدرك أن هنالك قوى وطنية من خارج التيار الصدري تنشد التغيير، وهي قد تكون في المستقبل جزء لا يتجزأ من محركات التغيير القادمة.